تصدي صالح الهلال باتجاه سافيج. سافيج يلعب كرة بعرض الملعب واصل الكرة هلالية عند كانسيلو. كانسيلو يلعب كرة إلى مالكوم. مالكوم يمررها إلى كانسيلو العرضية. الكرة في الشباك. هدف أول للهلال. بداية الحكاية. من يسار مايلسون. والتبديل لم يجرى بعد. والكرة الثابتة والركلة الركنية للهلال مرسلة إلى منطقة الجزاء. أبعدت وصلت لسافيج والثاني للهلال.